غير باش نخرج من الريف نمشي نكمل قرايتي كان ديك الساعه بحال واحد الانجاز كبير جدا. باش نقنع الوالد ديالي، طبعا الوالده كانت قاريه ومشات لافاك وهذا، ولكن الوالد كان ما عندوش واحد المستوى دراسي اللي كبير، فهاد المرحله باش نقنع الاب ديالي كانت صعبه جدا، صعبه. ويسرى طارق، صحفيه وممثله مغربيه، اليوم غنقول لكم كي درت ليها. الوالد احيانا قالت له الا ما كملتش بنتي قرايتي انا ما عندي ما ندير معاك، فخلاني نمشي نقرا، ولكن فاتني الوقت ديال التسجيل. فديك الساعه ماشي كنقول عاد اش غنقرا ولا اش ما غنقراش، ومن الصابغين لقى اللي قبلني. فكان ديك الساعه الشعبه اللي فيها مكان هي الشعبه ديال علم الاجتماع، فمشيت قريت والحمد لله انني ديك الماده حتى هي لقيتها متنفس. واخا ديك العامين الصراحه ما كنت جديه لانني كنت تالفه، مازال ما لقاتش يسرى شنو بغات. في الاعدادي حصلت على نقطه كبيره، كنت جبت شي 17.45. قلت للوالده ديالي انا بغيت نعمل توجه ادبي، ولكن هي طبعا بحسن نيه ديالها قالت لي لا ضروري ديري التوجه علمي. من بعد ما كنت طالبه يعني لامعه، يعني عندي قدره مزيانه على التواصل الى غير ذلك، ملي مشيت لواحد التوجه اللي ما كيتناسبش مع الميولات ديالي لقيت بان هاد اللمعان بدا كيخفت، ما بقيتش كنت كونسونطرا في الدراسه، كنمشي نجلس انا للخرى. كنت مهتمة بالعمل الجمعوي والعمل الثقافي، كنت في الصغر ديالي كندير لاكوريغرافي، كانت الوالدة كديني التلملي ليا باش نتعلم التعبير الجسدي إلى غير ذلك. وليت شي مرات كنت ما كنمشيش نقرا وكنقول الوالدة راني مشيت نقرا، وأنا كنمشي لدار الشباب ولا لكاسا دو خوبينتوس مليليا باش ندير الرقص باش نبريباري والعروض على برا. البكالوريا هي اللي كانت شويه صعيبه، واخا عندي يعني ديك السنه كنت علوم الحياه والارض، ولكن كنت كنمشي نحضر مع الاساتذه اللي كانوا كيقريونا مثلا التاريخ الفلسفه الى غير ذلك. كنعقل انه وقع ليا واحد الصدام واحد الوقت مع الاستاذ ديال التربيه الاسلاميه، لان كان بحال حقرني لان ما كنتش كنجي، وخمعني حسسني انني لا شيء، فهذا اثر ليا بزاف على حياتي النفسيه. كرهت الليسي تماما، ما بقيتش كنمشي، وليت كنقرا لراسي، كنقرا الروايات، كنقرا الكتب ديال الفلسفه، كنجلس مع ناس في الجمعيات، خاصة أنني كبرت وسط يساريين وهذا في الريف، كان عندهم واحد الدور كبير في التثقيف ديالي، في غياب الدور اللي ما داروش الأساتذة اللي قريت عندهم البكالوريا. بسبب ذاك العام ما مشيتش ندوز الامتحانات، واضطريت أنني نعاود البكالوريا ديالي في ثانوية واحدة أخرى بعيدة، وأنت كتعرفي الريف ماشي سهل، اضطريت كنمشي على رجليا كنفيق مع 7 الصباح باش نوصل في الوقت، وعاودت البكالوريا ديالي ونجحت بمعدل محترم. جاني عرض ديال فيلم سينمائي اللي من اخراج ديال الاستاذ جمال بن مجدوب 2009. داك الفيلم هذاك هو اللي كان الفرصه باش ننحرف على داك الطريق اللي كانت غديني للمقابر، اللي غدفن الموهبه ديالي وغدفن الطاقه ديالي. هذا الفيلم كان كيتناول المرحله ديال المقاومه في الريف وقت المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي. كان هاد التجربه هذه خلاتني بحال القنطره اللي نربط علاقات مع ناس في مجال ديال السينما وفي مجال ديال الصحافه. المجتمع والعائله باش انني نمشي نمثل فيلم سينمائي بهذا المعنى هذا، قالوا لي واش غادي تمشي انت تخرجي الطريق، واش غادي تمشي ديري الدعاره. بالنسبه لهم ان هذا المجال مرتبط بهذا الشيء، يعني انت فاهمه ولكن عايشه في وسط ما فاهمش، راه كتعاني بزاف، كتحسي بالروح ديالك بحال كيقمشها شي واحد. مشيت نصور الفيلم بلا ما نقولها للدار، يعني هما بالنسبه لهم راني في لافاك كنقرا العام الثالث، وانا راني في بير طمطم وهرمومو كنصور الفيلم، لان كنشوف بانها هي فرصه حقيقيه خاصني نستغلها. ما يمكنش ان ناس عندهم واحد الديكالاج ديال 100 عام نعاين حتى ندير 100 عام باش يفهموني. اذا جاتني فرصه وانا واثقه من نفسي وعندي الوعي واليات ديال التحليل باش نفهم بان هذه الفرصه في صالح ليا، اذا خاصني نستغلها باش ملي يشوف الاب ديالي والمجتمع ديالي النتائج نثبت لهم العكس، نثبت لهم بان هذا مجال كيتطلب دراسه، كيتطلب شجاعه، كيتطلب واحد الرصيد معرفي وثقافي معين. وهذا الشيء اللي وقع فعلا من بعد 5 سنين ديال الغياب، ما شفتش الوالد ديالي بسبب هذا المجال هذا، تقنعته كيشوفني في التلفازه مثلا كنقدم برنامج، عاد بدا كيفهم وعاد بدا كيفرح بيا. راه ماشي سهل تكون فرد في مجتمع ما كيستوعبش التمييز والاختلاف، راه صعب جدا، راه ماشي سهل. القناة الأمازيغية اللي كانت ديك الساعة يلاه كتأسس في البداية ديالها، وكانت محتاجة يعني لطاقات شابة اللي عندهم واحد التراكمات على مستوى الثقافة وعلى مستوى العمل الجمعوي وعلى مستوى يعني الاحتكاك مع الحركة الأمازيغية. كنت أنا من الناس اللي اختاروهم ديك الساعة باش نعد ونقدم أول برنامج ناطق بالأمازيغية كيهتم بالمرأة وبحقوق المرأة، يعني المجتمع بالمؤنث. من بعد يعني انطلقت.
ديك الساعه كان كيطلب يكون عندك غير دوغ على الاقل. كنت واعيه في ديك اللحظه ان ما كاينش اللي غادي ينقذني قد انني نكمل القرايه. فمشيت نقرا في معهد ديال الصحافه والاعلام تما فين غتكون الانطلاقه الحقيقيه ديالي، لانني ما راضياش ندخل المجال ديال الاعلام وانا ما عنديش ديبلوم في الاعلام. ما بغيتش نكون متطفله على واحد المجال. الكرامه ديالي كانت خط احمر والحب ديالي للمعرفه كان كيعاونني. يعني كنت كنخدم على راسي ونخلص انا المعهد اللي كنقرا فيه. دابا حاليا خدامه في القناه الامازيغيه كنقدم الاخبار وكنعدل ليها، ولكن هذا الشيء ما يمنعنيش باش انني نكمل قرايتي ايضا. فالتحقت هذا العام بالجامعه باش نحقق الحلم ديالي في دراسه شعبه الفلسفه. باش تلقى الحل شي مرات خاصك تقلب عليه. احيانا الناس كيبغيو يقتلوا فيك ديك الطاقه ديالك. كاين اللي ما عندوش صالح انك تكون كاع الوجود ديالك كيبرزطهم. الا ما كانش عندك واحد الثقه في النفس وواحد القدره على انك تكون عصامي وتقدر تبني راسك براسك وتقلب على الفرص، خاصه دابا كاين واحد الانفتاح حتى على مستوى الاعلام. مثلا الفيسبوك اصبح الان فضاء للابداع وتقاسم الابداع. انا شاعره وما عنديش فين نكتب الشعر ولا ما عنديش قدره باش نطبع شعر، لكن نقدر نكتبوه في الجدار ديالي على الفيسبوك. إيه انا مبدع، ولكن في غياب كويت وفي غياب تعليم حقيقي اللي بني لينا واحد الناشئه واحد الجيل اللي عنده ثقافه عميقه وكنهضروا اللغات كنفتحوا على الثقافات عارفين التاريخ عارفين شنو كيوقع في العالم، ما غنقدروش نستعملوا هاد الاشياء لصالحنا. فعلا انا هذا الموضوع كيألمني بزاف. شي مرات كتشوفي شي طاقات شابه اللي تعيشوا زعما ظروف سورياليه. بكل صراحه التجربه ديالي اللي خدمت مده 4 سنوات في تقديم واعداد برنامج على المراه، هذاك الشيء مؤسف صراحه. العنف اللي كيتمارس على المراه طبعا هو نسبي من مراه لمراه، ولكن مؤلم جدا. حنا باقي كنهضروا على المراه باش تاخذ غير حقها في التواجد الانساني. حنا باقي ما مستوعبينهاش انها انسان. هي راه انسان عندها واحد الحقوق معينه ما محتاجش انها تطالب بهم، راه فاش تزادت بيهم. فهذا الشيء الصراحه شي مرات كيمرضني، ولكن الانسان خاصو يتحلى بالايمان يتحلى بالاراده والشجاعه والقوه والدراسه ما يفشلوش. واخا نكون عندي 50 عام 40 عام التواجد ديال الانسان بصفه عامه ما كنقيسوش بالسن ديالو، كنقيسو بعمق التجارب ديالو بعمق الاصرار ديالو. عندك 50 ولا 40 ولا 60 ولا 80 شحال ما كان عندك في عمرك مازال عندك الوقت ننفتح على الدراسه ننفتح على التكوين نقرا لراسي. راه ماشي دائما المدرسه كتخرج لينا النوابغ والمبدعين، راه احيانا الاصرار ديالك والمدرسه الروحيه ديالك والداخليه داكشي اللي كيغلي عندك لداخل هو اللي كيخرج منك انسان يقدر يضيف شي حاجه للمجتمع ديالو. صدق كنلقى راسي بزاف بزاف كممثله كنقدر نكون صحفيه كنقدر نكون طبيبه كنقدر نكون راقصه كنقدر نكون عاهره كنقدر نكون اي شيء، اي حاله نفسيه انسانيه مركبه نقدر نكونها. فلهذا كنحس بالتمثيل انه هو داك الفضاء فين كنفرغ فيه الطاقه ديالي، بان السينما هي الفضاء المقدس اللي كتفاوض فيه التناقضات الانسانيه. وبحكم انني انسان حتى انا راه عندي تناقضاتي، اذا كنلقى فسحه فين نتفاوض وفين نخرجها باش نصنع منها شيء جميل.